هي الآن قاعدة كبيرة في مصر. ايه اهم التعليقات او ايه ابرز التعليقات اللي وصلتك عن اعمالك وعن تشابه اعمالك مع اعمال غادة؟ خليني لغاية دلوقتي بس اقول لك برضو انه انا بتكلم من موقف انه الامر لم يحسم قانونا، مدرك تماما لكل رأيك ولكل ما ذكرته من تصريحات قبل كده، لكن انا بتكلم على انه الموضوع بالنسبة لي يعني مش خبير لم يحسم قانونا. ايه التعليقات اللي وصلتك من مصر؟ التعليقات اللي وصلتك من الناس في مصر قالوا لك ايه؟ كان هناك تعليقات مختلفة من مصر عما حدث أن تم إساءة استخدام اللوحات الخاصة بي. هناك بعض الأشخاص الذين يشكون في هذا الأمر، وأنا أرد عليهم وأفسر لهم على بأنني فنان ولدي رسومات، وأريد أن أتحدث عن هذا الأمر الآن في الأستوديو الخاص بي. أنا إذا ما قمت بأداء أغنية أمريكية مشهورة ولكنني أقوم بأدائها بشكل سيء للغاية، وأريد أن أقول أنني صاحب هذه الأغنية. سيقولون كيف لك أن تنسب هذه الأغنية لنفسك، إن صوتك ليس صوت الأصل والأداء ليس الأداء الأصلي، ولكن أريد أقول أن الموسيقى واحدة وهناك تشابه، قد حدث توارد خواطر. ماذا ستقولون؟ هذا ما حدث مع السيدة غادة والي. هي لم تحسن من استغلال لوحات، ولكنها قامت بإدخالها على الكمبيوتر وقامت بوضع بعض من العناصر وقامت بتغيير بعض الألوان الخاصة باللوحات. هذا يعني أن هذا العمل ينسب إليها.